هذا وقد هنأ أيضا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقد جاء ذلك خلال ترأس الطيب لوفد الأزهر في زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هذا وقد أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين، داعيا الله أن يجعل هذا العام هو عام خير ومحبة وسعادة، وأن يرفع الله فيه الوباء والبلاء. من جانبه رحب البابا توادروس بالإمام الأكبر وفد الأزهر الشريف معربا عن سعادته بتجديد أواصر المحبة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة، الأمر الذي يعكس متانة هذه العلاقات وقوتها.